قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. هذه أهم عناوين أخبار اليوم. هدية كبيرة من نجم المنتخب إلى المغاربة. الجزائر تواجه تهديدا خطيرا إلى المغرب في حال لم يشارك بشان. النظام الجزائري يرد بشكل غريب على الاتحاد الإفريقي بسبب المغرب. والآن إلى التفاصيل، لكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انت الأول آخر الأخبار. تبرع الدولي المغربي نصر مزراوي الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ والمنتخب المغربي، تبرع بمبلغ 280 ألف يورو لجهات خيرية في المغرب. وأوضحت صحيفة إبن ديزنيونغ الألمانية أن المبلغ المذكور هو عبارة عن المكافأة التي حصل عليها اللاعب مقابل الإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة بقطر. وشددت الصحيفة نفسها على أن زياش كان أيضا قد تبرع بمبلغ 325 ألف يورو لجهات خيرية في المغرب. وكان المنتخب المغربي قد تحصل على مكافأة من الاتحاد الدولي لكرة القدم قدرها 25 مليون دولار بعد التأهل إلى نصف نهائي المونديال. بعد تأكده من فشل بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين وبعد التباكي، لجأ النظام العسكري الجزائري في شخص رئيس لجنة تنظيم البطولة، لجأ لخطوة غريبة وغير مسبوقة بتهديد كل بلد إفريقي سولت له نفسه الانسحاب من المنافسة التي ستستضيفها الجزائر، وتوعد أي فريق يفكر في الانسحاب بعواقب ثقيلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مستبعدا أن يقدم المنتخب الكاميروني على الانسحاب بعد الأخبار التي راجت بهذا الخصوص، معتبرا الأخبار التي انتشرت في اليومين الأخيرين هي مجرد حملة للتشويش على استضافة الجزائر لهذا الحدث القاري. ويبدو أن النظام العسكري الجزائري يتخوف من انسحاب المنتخبات الإفريقية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، وذلك لأنه يعول عليها لإلهاء الشعب الجزائري، خصوصا بعد صدمة الإقصاء من كأس العالم بقطر ونجاح المنتخب المغربي في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق باحتلاله المركز الرابع عالميا. ودفع تخوف العسكر الجزائري من انتكاسة رياضية جديدة بعد تناسل خيبته وفشله الذريع في كل المجالات، دفعه ذلك إلى تحمل مصاريف وتنقلات ومبيت ومأكل ومشرب المنتخب الأوغندي الذي سبق أن اعتذر عن المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للمحليين من أجل تمكينه من المشاركة في الشان. ومن جهة أخرى تقف الملاعب بدورها حجر عثرة أمام نجاح هذه البطولة الإفريقية، حيث توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الإفريقي بخصوص الملاعب المعنية باحتضان الشان. وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي بأن الكافة طالبته بعدم استعمال الملاعب المعنية باحتضان الشان ضمن مباريات الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية. أكدت الجزائر رسميا أنها ستقوم بالرد على الشرط الذي وضعه المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين، وذلك بترخيص السلطات الجزائرية لعبور الطائرة الخاصة للمنتخب المغربي الأجواء الجزائرية والهبوط بمطار مدينة قسطنطينة. وأكد وزير الرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق أن الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن قرار الجامعة الملكية المغربية التي طالبت بتوفير رحلة مباشرة إلى قسطنطينة، مضيفا أن رد سلطات الجزائر على طلب الاتحاد القاري سيكون في غضون 24 ساعة. وراسل الاتحاد الإفريقي رسميا الجزائر بخصوص طلب الجامعة المغربية لكرة القدم بالسماح للمنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا بالوصول لقسطنطينة عبر رحلة مباشرة تنطلق من المغرب. هذا وكانت الجزائر قد قررت في 22 من شتنبر الماضي قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المغربية والتي تحمل رقم تسجيل المغربي، بعدما قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد في 24 من غشت الماضي.
أفادت صحيفة لاكاسا دو سبورت بأن المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفي جيرو قريب وعلى بعد خطوة من توقيع عقد جديد مع نادي ميلان الإيطالي. ووقع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما وقع للنادي مقابل ما يقرب من 3 ملايين يورو العام الماضي قادما من تشيلسي، وسجل 23 هدفا في 57 مباراة منذ وصوله، وساعد النادي على الفوز بأول سكوديتو له منذ أكثر من عقد. وأوضحت الصحيفة بأن النجم الفرنسي توصل إلى اتفاقنا مع إدارة ميلان بخصوص العقد الجديد، وذلك قبل أن يعود الفرنسي إلى ميلانو لاستئناف التدريبات، وسوف يجتمع وكيل أعماله مع مديري النادي قريبا للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد. ومن المتوقع أن يقوم مهاجم أرسنال وتشيلسي السابق بتمديد عقده لمدة عام واحد إضافي وربطه بالنادي الأحمر حتى يونيو من عام 2024. وظهر جيرو بشكل بارز مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم بقطر، وشارك في جميع مباريات منتخب بلاده باستثناء واحدة في طريقهم إلى النهائي، وسجل للديوك 4 أهداف خلال هذه البطولة. كشفت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية النقاب عن تطور جديد بشأن مستقبل نجم الوسط الفرنسي إنغولو كانتي مع نادي تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة. وربطت كانتي تقارير صحفية عديدة بإمكانية خروجه من عباءة البلوز في نهاية الموسم الجاري في ظل انتهاء العقد الحالي الذي يربط الطرفين في يونيو القادم. ويحق لكانتي التفاوض علنا مع أي نادي آخر والتوقيع له بداية من شهر يناير المقبل لدخوله فترة 6 أشهر الحرة في عقده مع النادي الإنجليزي. الصحيفة أوضحت أن تشيلسي يرغب في استمرار كانتي ضمن تشكيلة المدرب غراهام بوتر، وكثف النادي مفاوضاته في الآونة الأخيرة من أجل محاولة الاتفاق على تجديد العقد. وأحرز تشيلسي تقدما إيجابيا في المفاوضات مع كانتي ليصبح خيار استمرار اللاعب أكثر وضوحا من أي وقت مضى على حد قول الصحيفة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرك فيه تشيلسي وجود أندية عديدة مستعدة للانقضاض على توقيع اللاعب في الفترة المقبلة، مع العلم أن فريق ملعب ستانفورد بريدج يستهدف التعاقد مع لاعب وسط جديد على الأقل في ميركاتو يناير القادم أو في السوق الصيفية. وأبرز الأسماء المتواجدة في مدار النادي هو أنزو فرنانديز متوسط ميدان بنفيكا البرتغالي، وجود بيلينغهام لاعب بورسيا دورتموند.